اما هلا سلمى خلينا نروح لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم مع عالم الطب ولنحكي عن مشكله كثير بنسمع عنها هي تشوه الركبه وتقوسها للخلف من المشاكل العظام الشائعه لدى الاطفال، لكن تختلف درجتها من حاله لحاله ومن طفل لطفل وكيفيه العلاج والتعامل معها. اكيد نور، وهي المشكله اللي هي مثل ما قلتي ممكن تكون شائعه عند الاطفال، ممكن تسبب لهم مشاكل اكثر لقدام، ممكن تسبب احيانا اعاقه بالمشي وغيرها من التفاصيل. رح نتعرف عليها، الاسباب، العلاج، وكل الاسئله اللي ممكن نحط فيها بهذا الموضوع مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور خالد نموره، استشاري في جراحه وتقويم العظام والمفاصل والجراحه الرديه. اسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. اسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. دائما الام بتحرص مع سنوات طفلها الاولى بالاهتمام بصحته، واول شيء يمكن بتلاحظ عليه انه في مشكله للرجلين، وهي يمكن مشكله شائعه عند الاطفال هو تقوس الركبه الى الخلف. خلينا نعرفها طبيا شو هي واكتشافها، قديش يمكن فينا نقول درجاتها تختلف من خلال العلاج. تمام، هلا تقوس الركبه لها هي مسميات متعدده، بنقول الركبه الخلفيه او تقعر الركبه او فرط بسط الركبه او باللاتينيه جينو ريكرفاتيون. هي الحاله بتكون فيها ركبه متقوسه نحو الخلف، يعني اذا عندي انا المريض واقف وانا عم بطلع عليه من الجانب بحس انه محور الطرف السفلي الفخذ مع الساق بشكل مستقيم. وقت بيكون انه الركبه منحرفه للخلف بتشكل زاويه، قمه الزاويه متجهه مع الخلف، هي بنسميها تقوس الركبه او فرط بسط الركبه، بتكون الركبه بحاله فرط بسط شديده. هلا تقوس الركبه يعني تصنيفات معدده، اما بتكون من منشا عظمي او بتكون من منشا رباطي والانسجه الرخوه خلف الركبه بتكون رخوه، او بتكون بمنشا مختلط. بالحالة السريرية عندنا أربع أنماط، إما منشوف الركبة بحالة فرط بسط القدم طبيعية ما فيها أي مشكلة عفوا، أو بتكون الركبة حالة فرط بسط الطرف السفلي مدار نحو الخارج ولكن القدم مرتفعة عن الأرض شوي، مقدم القدم متجهة نحو الداخل بترافقها تشوه بالقدم، أو النمط الثالث بيكون إنه الساق مدار نحو الداخل ولكن مقدم القدم فاتله نحو الخارج شوي. الحاله الرابعه اللي بنشوفها سريريا انه في فرط عندي بالركبه مع خلع جزئي للخلف او خلع تام. نعم. طيب دكتور، هلا مثل ما حضرتك قلت يعني وعم نشوفه وانت كمان عم نحكي بعض اشكال هذا النوع، طيب شو السبب وانت بتبلش تظهر يعني العمر اللي بلش يظهر انه في عندنا مشكله فعلا بالركبه ولازم الاهل فورا يتوجهوا لعند الطبيب المختص؟ تمام. هلا بالاسباب او الحالات اللي بسبب تقوس الركبه، اذا حكينا عند الاطفال حديثي الولاده هي بتكون حالات ولاديه خلقيه، يعني من 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 الجنين داخل الرحم بيكون عنده مشاكل محدده بيولد عنده هالمشكله هي. في عندنا شيء اسمه انكماش العضله الاماميه للفخذ او العضله المربعه الرؤوس، هي حاله مجهوله السبب بتصير بيجي الطفل الركبه متقوسه نحو الخلف. عندنا حاله ثانيه انه في عندنا حاله فرط بسط ولادي مجهول السبب، تمام، هذا له اشكال محدده، اما يكون حاله فرط بسط او بتكون الركبه مخلوعه للخلف النمط الثاني، او النمط الثالث بيكون الركبه مخلوعه بشكل تام للخلف، الركبه تكون شديده، حتى الدرجه تبعه الحالات الشديده بتكون الزاويه تقريبا شيء 70 درجه، يعني بتعطي الركبه نحو الامام اللي هي البسط، بنلاقي انه تقريبا القدم اتقوصت كثير، الساق اتقوص كثير تجاه الفخذ، هي الحالات الولاديه، بالاضافه إذا عندنا رخاوة المفصلية اللي هي سببها عائلي أو وراثي بتعطي رخاوة بجميع الأربطة منها بالمفاصل منها مفصل الركبة. الحالة الأخيرة إذا في عندي بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أي خلل بنيوي بالنسيج الغضروفي بمشاش النمو، يعني هي بنسميها عدم تصنع الغضروفي الكاذب أو سودو كوندروبليجيا، هي حاله وراثيه بتجي بيكون الغضروف بغضروف النمو بكل العظام في حاله محدده بيساوينا التشوه بمعظم المفاصل ومنها الركبه. هي بالنسبه للحالات الولاديه. هلا الحالات المكتسبه اللي بتصير مع الحياه عندنا شيء اسمه انكماش الركبه كمان بسبب انكماش العضله المربعه الرؤوس لحالات مكتسبه، سواء اصابات رديه او اصابات انتانيه او اصابات نقص ترويه او اصابات عند الاطفال نتيجه حقن. حقن عم نحكي عن حقن ابره؟ حقن ابره بالغلط بالنسبه لحديثي الولاده اللي بنعطيهم حقن بالفخذ بيساوي لها هي المشكله هي. ممكن ابره تعمل هيك مشكله؟
بتتليف العضله، يعني مكان الحقن دائما له مكان محدد. هو بيكون خطا طبي ولا خطا بالاجراء يعني ادى لهي النتيجه؟ هلا هي يفترض نحن دائما انه الحقن بالثلث السفلي للفخذ او بمنتصف الفخذ ما نعطيه عند الاطفال حديثي الولاده الجاي الولاده، يفضل بالقسم العلوي والناحيه الوحشيه شوي. هلا بالعضل كمان في عندنا مشكله اصابه الاعداء، فيفضل اذا احتجنا للحقن الوريدي عند الاطفال نتجنب التجنب لا الحقن العضلي نعطيه وريدي. يفضل نعطيه وريدي مشان ما يصير هالمشاكل، مشان ما يصير هالمشاكل هاي. هلا بالنسبه للاسباب الثانيه المكتسبه اللي حكينا عنها، في عندنا الاصابات الشلليه سواء شلل الاطفال او من عقابيله او القيله النخاعيه السحائيه اللي بتصير بالعمود الفقري، بصير في فتق محيب ممكن يسوي لنا اصابات شلليه معينه، العضله مربعه الرؤوس بتضعف، الضعف تبعها هي وبتكون نقص القدره على بسط الركبه، ما بتقدر تقفل الركبه، هو الطفل واقف بشكل مستقيم. الحالات الثانيه من عقابيل الشلل الدماغي، بالشلل الدماغي بتصير عندنا هالحالات هاي. الحالة من الأسباب الثانية إذا في عندنا رخاوة مفصلية مثل ما حكينا، إذا في عندنا تشوه بالقدم القفد يعني الأصابع متجهة نحو الداخل والقدم مرتفع نحو الفوق، بيجي الطفل لحتى بسن المشي أثناء ما بده يدعس بيحاول يدعس على القدم بتلاقي الركبة تقص على الخلف، هي مع الزمن بتزيد الحالة بتسبب لي هالتشوهية. هلا في عندنا إصابات اللي هي إصابات بغضاريف النمو خاصة بالعظام اللي حول الركبة، أي رد اي كسر، اي كسر انقلاعي بمشاش النمو يلي بعظم الساق من فوق، او في حاله عند الاطفال بعمر 12 سنه نتيجه القفز الركض بصير التهاب بمشاشه حدبه الزنبوب، هي بطور الشفاء اذا التحم القسم الامامي بينمو القسم الخلفي بتلاقي الركبه اوصت نحو الخلف تقريبا. بالاعمار المتقدمه اذا في عندنا اي اصابه بالكسور، اي سوء اندمال او معالجه خطا ممكن يؤدي محور الطرف بميل فبيعطيني تقوس ركبه. طيب خلينا نحكي عن العلاج، يعني لما نحكي حكينا عن حالات متعدده وسبل العلاج، اذا بنبلش مثلا مثل ما قلنا حديثي الولاده، هون بيكون العلاج مختلف ولا اسهل ولا يمكن في نسبه الشفاء بتكون اعلى؟ تمام. هلا بالنسبه للعلاج، نحن العلاج بيعتمد على الحالة، سبب الحالة، شو سبب الحالة؟ بناء على كل حالة لها طريقة علاج مختلفة. بالإضافة إلى عمر الطفل، بالإضافة إمتى اكتشفنا نحن الحالة وبلشنا بالعلاج، إذا حالة مبكرة ولا حالة متأخرة. لهيك سألتك بالبداية عن حديثي الولادة، يعني مشان نمشي فيهم تدريجياً. تماماً. بالإضافة إلى موضوع درجة التشوه، هلا درجات التشوه اللي بيكون فيها تقوس الركبة خفيفة تقريباً أقل من 20 درجة، ممكن نحن نعالجها بطريقة محافظة. اما بموضوع تمطط للركبه المقوصه خاصه بالاصابات اللي حكينا فيها، فرط البسط الولادي مجهول السبب تكون الركبه كثير قاسيه ما بتتني للخلف، بنساوي لها شويه تمطط وبنحط لها قوالب جبسيه او جبائر معينه تدريجيا ممكن شوي شوي تتحسن، الحالات البسيطه بتعطي نتائج كثير جيده. عندنا موضوع الجبائر المتسلسلة يلي قوالب متسلسلة أو جبائر خاصة دعائم بنحطها والركبة بتكون بنعطفها نحو الخلف شوي بحدود 20 ل 30 درجة مع الزمن ممكن تعطينا، هي إذا اكتشفنا نحن بالحالات المبكرة. هلا بالحالات المتأخرة نضطر نحن للعلاج الجراحي أو الحالات يلي نحن بتجينا مثلا خلقية فرط بسط ولادي يلي بتكون الركبة كتير متقوصة نحو الخلف والعضلات متشنجة ومتليفة، هون لازم نبلش بالعلاج خاصة بالدرجات الشديدة فوق 30 درجة أو 40 درجة، هون بنضطر للجراحة الفورية. انكماش العضلة، كمان انكماش العضلة مربعة الرؤوس، مجرد ما اكتشفناها لازم نضطر للتداخل الجراحي. ليش نحن بنتدخل جراحيا بالحالات الباكره؟ مشان ما يصير عندي تغيرات عظميه او مفصليه، هي التغيرات بتساوي لي مشاكل كثير بالركبه، بتساوي لي عدم ثبات، بتساوي لي انه الطفل كل ما زاد تشوه تلاقي عم يمشي بس بحس انه بده يوقع لورا، رجليه عم يقصعوا بده يوقع لورا، بتساوي لي رخاوه بالقسم الخارجي بالقسم الخلفي للركبه، وبتساوي لي الم مع الزمان، بتساوي لي الم نتيجه انقراص الانسجه الرخوه بين عظم الساق والزنبوب سواء الرباط المتصالب او الوتر الضاغسي او الوساد الدهنية بتساوي لنا هالالم هي. هلا العلاج الجراحي كمان بيعتمد حسب نمط الحاله، صحيح حسب نمط الحاله، اما نحن بنشتغل على الانسجه الرخوه
من الامام الركبه اذا في انكماش بالعضله مربعه الرؤوس بنسوي لها تحرير بالقريب او البعيد او تحرير المحفظه الاماميه او بالخلف محاوله تدعيم الاربطه الخلفيه اللي هي الاوتار بالاضافه للمحفظه بالاضافه للاربطه الخلفيه من داعمه. الخزع العظمي وقت بصير عندنا اي تغيرات خاصة بالقسم العلوي للزنبور بيكون السطح المفصلي مايل وبشكل طبيعي بيكون افقي مايل للخلف، نحن بدنا نصححه بنساوي خزع عظمي وتثبيت لهالحالة هي. طيب دكتور احيانا بيكون في عندنا يعني مرافق لهذا طبعا خليني اقول تشوه الركبة احيانا تشوه مثل ما قلنا بالورك، وبالتالي بيحتار الاهل لما بيراجعوا الطبيب بيقول لهم مثلا فينا نبلش بهذا التشوه قبل هذا التشوه، هون بصير في حيره بالامر، انت شو بتنصح؟ هلا في تشوهات بتكون المشكله اما يعني الركبه مو لحالها مصابه بالحالات اللي ذكرناها ممكن في اصابه بالقدم، اصابه بالورك بالنسبه للطرف السفلي، تشوهات محدده. هلا نحن بالنسبه لحاله تقوس ركبه اذا ترافقت مع تشوه بالقدم او بالورك اول شيء نحن بنشتغل فيه هو القدم. لازم نأمن ثباتيه جيده على الارض بعدين بنروح على باقي التشوهات. بعدين بنحكي بالركبه، الورك اخر شيء يعني بنبلش بالقدم ننتقل للركبه بعدين للورك. بالنسبه لهالحاله هي في حالات عكسيه لحالة تقوس الركبة، لأنه ليش؟ إذا القدم ما تصلحت ما بيقدر يعطيني دعسة ثابتة، فبالتالي أي خلل ارتفاع شوي عن الكعب عن الأرض بتقصع الركبة بالخلف، فبكون أنا ما استفدت شيء بالنسبة لهالإصلاحات. طيب دكتور أكثر تشوهات الركبة عند الأطفال شيوعاً من خلال المراجعات يمكن المستمرة شو هي؟ هلا في تشوهات كثيره بالنسبه للركبه يعني امراض كثيره يعني حكينا تقوس الركبه يعني حاله هي اكثر شو يعني موجودة. هي تعتبر الحاله موجوده بشكل يعني كبير يعني هلا هو اكثر حاله شائعه هي تقوس الركبه الفيزيولوجي يعني تقريبا معظم الاطفال بفتره اول ما يمشي الطفل بصير عندي تقوس هذا التقوس بمستوى مختلف عن تقوس الركبه الان بكون تقوس نحو الجانب نتيجة انه الطفل عم يمشي عظمه طري شوي الوزن تبعه ببلش يقصى العظم هي حالة فيزيولوجية بتتحسن بعمر 3-4 سنوات بتزول تلقائيا هلا الحالات الثانية هذا نفس التقوص بس بسبب نقص فيتامين د بيساوي لي كمان تقوص بالنسبة لهالنقطة هاي في حالة ثانية هي بنسميها الكساح الكساح بس المعند على الفيتامين د اللي هو بنسميه دائب لونت هي حالة ولادية مجهولة السبب بيعطي نفس التقوص كثير بصير في خطا فيها انه هذا كساحه ونقص فيتامين د بنعطي فيتامين د بس ما بيتحسن الطفل هي معنده على العلاج بفيتامين د علاجها غالبا جراحي جبائر بالبدايه وبعدين بتحتاج لجراحه نعم يعني اليوم اخذنا معلومات جدا وافيه عن هذا الموضوع بدنا نشكرك دكتور على كل شيء قدمت لنا اياه شكرا لك